اليوم لنا وقفة تضامنية مع جيشنا الأبيض. تفضل معي. الله يحفظك. شكرا. خرجت عليك لابلوزة. يعطيك صحة، هذا أقل ما يمكن أن نقوم به. أنا الأم تاعي ما خرجت حياتها كاع، أنا اللي ديت لها الفيروس. أنا اللي قتلتها. لما دخلت بالكوفيد الجميع كان يقول أن هذه المرأة راح توفى. كان اللي تقول لي ودي رد بالك على سالة والديك، يقول لك لا ندير العرس، يقول لك لا نروح للصوب. كمعركة. إذا راح نولي نشوفوا للسلاح ونشوفوا للمعدات فهي رحينا خسروا من معركة خاسرة. هي بذاتها تتنقل رغم أن المصلحة بعيدة عن المصلحة تاعنا، وتتنقل من مصلحة إسجال التنفس لعندنا المصلحة المناعة، وتبقى تجيب اللي بخلاف مع شاك فوا. ولكن هي ما قدرتش تقتنع لأنه بالنسبة لها راهي كل دقيقة راهي تقوم فيها بهذاك الواجب. قالت لي نخاف أنه نجي ويكون واحد راهو حاصل. شوف إن شاء الله نتمنى لك كل التوفيق في هذا المسار اللي راكم تقوموا فيه في محاربة الفيروس. خلونا بوزيتيف مع محمد أحمد خريفي نهار الحد 9:15 العشية على شروق تيفي.